في العصور القديمة كان في تاجر محبوب وصاحب أخلاق ودين. في يوم وهو بيبيع حاجة لواحدة ست مسك إيديها، الست زعقت له وسابته ومشت، وهو ندم واعترف بغلطه. ولما رجع البيت ليه امراته منهارة ومصدومة، قال لها مالك؟ قالت له حصل حاجة غريبة جدا. السقة الراجل الكبير العجوز اللي بيجيب لنا المية من عشرات السنين ودايما كان محترم معايا طول الفترة دي، النهاردة وهو بيديني المية مسك ايدي بطريقة غريبة. فجوزها قال لها امتى؟ قالت له في الوقت الفلاني. فطقطق راسه من الندم وقال لها انا في نفس الوقت ده مسكت ايد واحدة ست وهي بتشتري مني. فمراته بصت له وقالت له دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدين.